Hello, my dear seventh grade students, and welcome in the second semester. I ask God that this new semester be the key to all God things. I am also pleased to renew our meeting with you. My dear students, on the path of science and knowledge, you will succeed and be the flowers that bloom in society to beautify the banner of science and work to transmit it to future generations. Now, my dear students, let's start our lesson. Today, we are going to take a grammar lesson, and the title of our lesson is Comparative Adjective. So, my dear students, open your pupils book on page number 52, and let's start our lesson for this day. My dear students, look on page number 52 from your pupils book. On this page, you can find out a paragraph, and this paragraph is taken from the lesson we took before, Victoria, Queen of the United Kingdom. In this paragraph, you can see many words with bold letters. Let's read these words: as strict as, not as free as, happier, younger than, later, larger, more powerful than, not so popular as, longer than. Now, my dear students, these words are the key for our grammar lesson for this day. And our grammar lesson for this day is talking about comparative adjectives. أعزائي الطلبة، انظر على كتابك صفحة رقم 52 وكما ترى هنا في هذه الصفحة يوجد فقرة وهذه الفقرة مأخوذة من درس أخذناه سابقا وهو بعنوان فيكتوريا ملكة بريطانيا وهي المملكة المتحدة. وكما نرى أعزائي الطلبة في هذه الفقرة هناك عدة كلمات مكتوبة بالخط الغامق وأمثلة عليها قمنا بقراءتها، وهذه الأمثلة هي مفتاح لدرس القواعد الذي سوف نأخذه اليوم وهو عبارة عن المقارنة. لنبدأ شرح درس القواعد سوية. And now, my dear students, let's start our grammar lesson with the title Comparative Adjectives. نبدأ أعزائي الطلبة درس القواعد الذي يحمل عنوان المقارنة. We use the comparative of adjectives when we compare two people, animals, or things. نستخدم صيغة المقارنة عند المقارنة بين اثنين، سواء كان هذا الاثنين مفرد أو جمع، المهم أن يكون اثنين، وتستخدم هذه الصيغة لبيان درجة اختلافهم أو تساويهم في صفة معينة، وهي صفات للمقارنة بين أشخاص أو حيوانات أو أشياء، أي أن هذه الصفة ليست مقترنة فقط على الأشخاص، وأيضا تستخدم للمقارنة بين حيوانات أو أشياء أو جمادات. أحيانا نقارن بين شيئان يكونا مفرد أو شيئان يكونا جمع. لنبدأ الشكل الأول من أشكال المقارنة، وهي عندما تكون الصفات متساوية. When we compare two items, if they are the same, we use. وعندما تكون الصفة متساوية، عفوا ليست الصفة، ولكن عندما نريد المقارنة بين شيئان ويكون هذان الشيئان متساويان بنفس الصفة، فإننا نستخدم as adjective as، وهذه تسمى equal comparative، أي الصفة المتساوية. وتكون الجملة كالآتي: نضع في البداية subject الفاعل، ثم بعد ذلك الhelping verb الفعل المساعد. فإذا كان الفاعل في حالة المفرد نستخدم is، وحالة الجمع و are، هذه حالة المضارع. أما إذا كان الجملة تتحدث في الماضي نستخدم الhelping verb was أو were، ثم بعد ذلك نضع as، ثم adjective، وبعد ذلك as، وبعد ذلك في النهاية نضع المفعول به. لننظر إلى المثال الآتي: Jack is as fast as Peter، أي أن جاك سريع مثل بيتر. نرى من هذه الجملة أن جاك وبيتر متساويان في السرعة، لذلك استخدمنا صيغة as fast as. If they are different, we use. إذا كانت الصفة
المشتركة بين ذا المقارن المقارن به ليست متساوية، فإننا نضع كلمة not قبل as، أي أن هذا الشخص لا يساوي أو ليس مثل ذلك الشخص أو الشيء. كما نرى not as adjective as، وهذا هو تركيب وشكل الجملة. نبدأ بالسبجكت helping verb not plus as adjective as، ومن ثم الأوبجكت كما هو في المثال الآتي they are not as tall as their father، هم ليسوا بمثل طول والدهم، أي أنهم ليسوا مشتركين بنفس صفة الطول مع والدهم. وننتقل الآن إلى الصيغة الثانية من صيغ المقارنة، وهي استخدام ER مع الصفة يتبعها than أو more، ثم بعد ذلك نضع than. إذن تعلمنا قبل قليل يمكننا في المقارنة استخدام صيغة as adjective as إذا كانت الصفتان متساويتان، وإذا كانت مختلفان في الصف الصفة نضع not as adjective as. والآن ننتقل إلى الصيغة الأخرى، وهي باستخدام أو إضافة ER للصفة يتبعها than ومن ثم أو more ومن ثم بعد ذلك than. وطبعا تستخدم هذه الطريقة على حسب المقاطع الصوتية في الصفة، أي إذا كانت صفة قصيرة أو طويلة. كيف أعرف أن الصفة طويلة أو قصيرة؟ عندما نرى الصفة أمامنا كيف أميز أن هذه صفة قصيرة أو صفة طويلة؟ بداية تحتوي كل كلمة على عدة مقاطع، وكل مقطع يحتوي على صوت متحرك، أي صوت علة واحد. انتبه هنا عزيز الطالب، لم أقل صوت حرف بل صوت، أي أنه الصوت الذي يخرج عند لفظ الكلمة. أحيانا الصفة يكون فيها حرفان علة وتعطي صوت حرف صوت واحد، أي أن قصر الصفة ليس له علاقة بعدد الحروف. مثال على الصفة القصيرة short و big، short لفظتها كمقطع واحد، أي أنها لم تتجزأ لعدة مقاطع short، وهنا احتوت الكلمة على حرف علة واحد وهو أعطى صوت واحد short. big أيضا big هنا عند لفظها لم يتم تقطيع على عدة مقاطع، كانت عبارة عن مقطع واحد وفيها صوت حرف علة واحد. انظر إلى بعد ذلك صفات لها مقطعان صوتيان وتعتبر من الصفات القصيرة، وأيضا هناك بعض الصفات لها مقطعان مثل noisy busy quiet، وكل هذه الكلمات لها مقطعان صوتيان وفيها صوت حرف علة واحد. noi no زي، هنا كل مقطع في هذه الكلمة احتوى على صوت حرف علة. الآن إلى الصفات الطويلة مثل كلمة dangerous وأيضا complicated، لنقطع سوية كلمة dangerous إلى المقاطع الصوتية dangerous. احتوت هذه الكلمة على ثلاث مقاطع complicated، أما هذه احتوت على أربع مقاطع صوتية. انظر في هذا هنا كيف تم تقطيع كلمة dangerous، دين المقطع الأول، جر المقطع الثاني، أوس المقطع الثالث، تصبح كلمة dangerous. وتبدو هذه الكلمة كثلاث مقاطع لأنه كل واحد أو كل مقطع فيها يحتوي على صوت متحرك وهو صوت الحرف أحرف العلة، مثل
ما هو موجود في المقطع الثالث حرف الـ O والـ S يصبح O's. ومن الصفات أيضا ذات المقطعين وهي تعتبر من الصفات الطويلة مثال peaceful, harmless. هذه كلمتان كان فيها مقطعان صوتيان، ولكن اعتبرت هاتان الكلمتان صفات طويلة وليست قصيرة كما تعلمنا في الصفات السابقة التي تم ذكرها عندنا مثل noisy, busy, quiet. هاتان صفتان فيهما مقطعان صوتيان ولكن اعتبرت من الصفات القصيرة. أما peaceful, harmless اعتبرت من الصفات الطويلة بالرغم من أنها ذات مقطعان صوتيان. الفورم أي كيفية تكوين وصياغة جملة مقارنة يكون فيها المقارن والمقارن به مختلفان، أي كيفية نكون جملة باستخدام ماذا؟ طريقة المقارنة. وفي هذه الطريقة نضع ER في آخر الصفة ويتبعها الصيغة أو الكلمة than. نبدأ الجملة بوضع الفاعل بأول الجملة، ثم بعد ذلك نضع الفعل المساعد is أو are بحالة المضارع، was أو were بحالة الجمع، ثم بعد ذلك نضع الصفة متبوعة بـ ER، طبعا هذه إذا كانت الصفة قصيرة، ومن ثم بعد ذلك نتبعها than، وفي النهاية نضع المفعول به. انظر عزيز الطالب لهذا المثال: أحمد is taller than علي، أحمد أطول من علي. وبما أن الصفة هنا قصيرة قمنا بإضافة ER لها وتبعت الصفة بالصيغة than لتصبح الجملة أحمد is taller than علي. والآن لنتعرف على الحالات التي أو أشكال التي يتم فيها صياغة الصفة القصيرة. All noun syllable and most two syllable adjectives take ER. هنا كل الصفات ذات المقطع الواحد وبعض الصفات تتكون من مقطعين نضيف لها في النهاية ER. أمثلة أخرى: Sally is older than Mary. سالي أكبر بالعمر من ماري. هنا كان الفاعل مفرد، أما إذا كان الفاعل جمع فإننا نستخدم فعل مساعد are كما هو في المثال الآتي: The boys are faster than the girls. إذن في الحالة الأولى إذا كانت المقاطع ذات إذا كانت الصفات ذات مقطع واحد وبعضها ذات مقطعين فإننا نضيف في نهايتها ER. And now, one-syllable adjectives ending in one vowel plus one consonant, double the consonant before ER. أما إذا كانت الصفة تنتهي بحرف ساكن وقبله حرف متحرك، نقوم بتضعيف الحرف الساكن في الصفة، أي أنه إذا كان الحرف الأخير حرف ساكن وقبل الحرف الأخير حرف علة، ماذا نفعل؟ نقوم بتكرار أو مضاعفة الحرف الأخير كما في المثال الآتي: big. big هنا adjective صفة. انظر الحرف الأخير، حرف الأخير فيها حرف جي وهو حرف ساكن، قبلها حرف علة وهو حرف الآي. عند استخدام كلمة big في صيغة المقارنة ماذا نفعل؟ نقوم بتضعيف حرف الجي ليصبح أو نكرر حرف الجي ليصبح حرفان، ثم بعد ذلك نضيف ER ونضعها في جملة المقارنة كما في المثال الآتي: My dog is bigger than your cat. كلبي أكبر من قطتك. فبيجر هنا قمنا بتضعيف الحرف الأخير لأن الحرف الأخير حرف ساكن وسبقه حرف علة، وأضفنا بعد ذلك ER واستخدمنا صيغة than لأن big هي هنا صفة قصيرة. Let's go to example number 2. Sam is thinner
than Adam. Sami is thinner than Adam. Sami أنحف من Adam. Thin هنا الحرف الأخير حرف ساكن وقبله حرف متحرك أي حرف علة. وعند تحويلها إلى جملة مقارنة قمنا بتضعيف أو تكرار الحرف الأخير هو حرف الN ثم إضافة ER لتصبح thinner. Now let's go to adjectives ending in consonant plus Y. What shall we do? ماذا نفعل؟ We drop the Y and take IER إذا كانت الصفة تنتهي بحرف Y وقبلها حرف ساكن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ سوف نقوم بحذف الحرف Y من آخر الكلمة واستبداله بحرف I ومن ثم بعد ذلك نضيف ER على سبيل المثال هذا المثال المذكور لصفة easy انتهت بحرف الY وقبل حرف الY يوجد ماذا؟ الحرف الساكن S وعند تحويلها إلى صفة مقارنة قمنا بحذف الY وتحويله إلى I ثم أضفنا ER Let's read this example. نقرأ هذه الجملة. She is prettier than her sister. إنها أجمل من أختها. Pretty هي الصفة هنا. وبما أنها انتهت بحرف Y قمنا بحذف حرف الY وأضفنا للصفة IER. She was happier than him. كانت هي أسعد منه. Happy هي الصفة الأساسية في هذه الجملة. وبما أنها صفة مقارنة وهذه الصفة انتهت بY وقبلها حرف ساكن هو حرف الB قمنا بحذف حرف الY ومن ثم أضفنا IER كما ترى عزيز الطالب في هذا المثال She was happier than him Let's go to this condition نذهب إلى هذه الحالة One or two syllable adjectives ending in E. We add just only R. إذا كانت الصفة ذات المقطع أو مقطعين صوتيين تنتهي بحرف E فإننا نضيف فقط للصفة R أثناء مقارنتها مع شيء آخر. إذن نحن تعودنا أنه في حالة المقارنة فإننا نضيف ER للصفة القصيرة. ولكن ماذا إذا انتهت الصفة بحرف E أي أن صفة فيها حرف E كحرف أساسي ماذا نفعل؟ فقط نضيف R لأنه لا يتكرر حرف الـ E في الصفة المقارنة إذن أعيد أكرر مرة أخرى إذا كانت الصفة ذات مقطع أو مقطعين صوتيين تنتهي بحرف E فإننا فقط نضيف حرف الـ R في حالة المقارنة. Let's go to this example. ننتقل إلى هذا المثال. مثل safe. S-A-F-E. تنتهي بحرف الـ E. عند المقارنة فنضع فقط حرف الـ R. Driving a car is safer than driving a motorbike. قيادة السيارة أكثر أماناً من قيادة الدراجة النارية. What about long adjectives? If the adjective is long, more than two syllables, we use more or less. Then we add the adjective. هناك بعض الصفات الطويلة التي تتكون أكثر من مقطعين في اللغة. في هذه الحالة نضع كلمة more بمعنى أكثر أو less بمعنى أقل ثم الصفة بعدها. والصفة تأتي هنا بدون تغيير لأنه في الصفة القصيرة نضيف لها ER أما في الصفة الطويلة لا نضع لها ER ولكن نضع قبل الصفة كلمة more بمعنى أكثر وless بمعنى أقل Let's see how we can form the sentence with a long adjective لنرى كيف نكون أو نشكل جملة بصفة طويلة We start with the subject Then we add helping verb is or are was or were Then we add more or less After that we add the adjective Followed by then we add the object. Let's read now
these examples. Number one, English is more interesting than Spanish. This book is more interesting than the book you gave to me. Cars are less expensive than planes. كما نرى هنا أعزائي الطلبة interesting و expensive صفات طويلة. وقمنا بمقارنة اللغة الإنجليزية بالإسبانية. وبما أن صفة طويلة هنا قمنا بوضع كلمة more قبل الصفة. كما وضعنا كلمة less بمعنى أقل غلاء في الجملة المذكور فيها أن السيارات أقل غلاء من الطائرات. فقمنا بوضع صيغة المقارنة less ثم الصفة وبعد ذلك كلمة than بعد الصفة لتدل على هذه الصيغة بأن الصفة طويلة. And now my dear student, after I explained the rules of comparative adjectives, let's read the paragraph in order to answer the questions which are followed in that page. Let's read. Victoria had a rather sad and lonely childhood. Her mother was strict and protective, and her governess and tutor were as strict as her mother. Victoria was not as free as other children. However, her life became happier when, at the age of 17, she was introduced to a German prince named Albert. Albert was a few months younger than Victoria and very handsome. They married 4 years later. During Victoria's reign, the British Empire became larger and more powerful than it had ever been before, and Victoria was a much loved queen. However, when Albert died at the early age of 42, Victoria was devastated. She left London and rarely appeared in public. For a time, she was not so popular as she had been before. She died in 1901. Her reign was longer than that of any king or queen before her. And now, my dear students, let's do the first exercise. Read the sentences and write T from true or F from false. Then we are going to correct the false sentences. أعزائي الطلبة سوف نقوم بكتابة حرف T للجملة الصح وحرف F للجملة الخطأ من true or false. ثم بعد ذلك نقوم بتصحيح الجمل الخاطئة. Let's start with the first one. Victoria had a very happy childhood. فيكتوريا كانت تعيش حياة طفولية سعيدة. Is this sentence true or false? This sentence is false. And the correct one is she had rather sad and lonely childhood. كانت تعيش حياة حزينة ووحيدة أثناء ما كانت طفلة. Let's go to sentence number two. Her governess was not as strict as her mother. مربيتها لم تكن صارمة مثل والدتها. Is this sentence true or false? This sentence was false. Her governess was as strict as her mother. Let's go to sentence number three. Victoria was not as free as other children. Victoria لم تكن حرة مثل باقي الأطفال. This sentence is true, right? T. Now let's go to sentence number four. Victoria was happier after she met Albert. Victoria كانت أسعد بعد أن التقت وقابلت Albert. Is this sentence true or false? This sentence is true. Now, sentence number five. Victoria was younger than Albert. Victoria كانت أصغر بالعمر من Albert. Is this sentence true or false? This sentence is false, right? If the correct sentence is Albert was a few months younger than Victoria. Albert كان أصغر عمرا من فيكتوريا بعدة أشهر. And now let's go to sentence number six. The British Empire became smaller during Victoria's reign. الإمبراطورية البريطانية أصبحت أصغر أثناء حكم
Victoria. Is this sentence true or false? This sentence is false, right? F. And the correct is the British Empire became larger and powerful. أصبحت الإمبراطورية البريطانية أكبر وأقوى أثناء حكم فيكتوريا. And now let's go to sentence number 7. After Albert's death, Victoria was more popular than she had been before. بعد موت ألبرت أصبحت فيكتوريا أكثر محبوبة من قبل. This sentence is false. And the correct one is for a time she was not so popular. لفترة معينة لم تكن محبوبة. And now let's go to sentence number 8. Victoria reigned for a long time. حكمت فيكتوريا لمدة طويلة. Is this sentence true or false? This sentence is true. Now, my dear students, write down the answers on your book and correct the false sentences. Now, my dear students, exercise number 4. Make true sentences, compare. هنا أعزائي الطلبة سوف نقوم بكتابة جمل مقارنة باستخدام الكلمات والصفات المجددين. The first one is already done. Let's read the first sentence. Albert was younger than Victoria. Now we are going to make sentence number 2 from the words and the adjective that we have. Victoria's married life, her childhood. سوف نقوم بمقارنة حياة فيكتوريا المتزوجة وطفولتها باستخدام الصفة happy. The correct sentence will be Victoria's married life was happier than her childhood. حياة الزوجية لفيكتوريا كانت أسعد من طفولتها. As the same thing we are going to do sentences 3, 4, 5 and 6. Now, sentence number 3. As a girl, Victoria, other children protected. What is the correct sentence? The correct sentence is, as a girl, Victoria was more protected than other children. Now, number 4, let's make a sentence. Albert, Victoria, old. What is the correct sentence? The correct sentence is, Albert wasn't as old as Victoria. Now, number 5, Victoria, kings and queens, today, powerful. What is the correct sentence? Victoria was more powerful than kings and queens today. And number 6, London today, London Victorian times, big. What is the correct sentence? The correct sentence is, London today is bigger than London in Victorian time. Now, my dear students, write this exercise on your grammar notebook. عزيز الطالب قم بكتابة وحل هذا التمرين على دفترك القواعد وأيضا لا تنسى أن تقوم بكتابة وتلخيص القاعدة التي تم شرحها لهذا اليوم على دفتر القواعد بخط واضح ومرتب. And this is the answer for this question. وهذا هو حل هذا التمرين. Don't forget to write it down on your grammar notebook. لا تنسى أن تحل هذا التمرين وهذا هو حل التمرين.